اليوم غادي نقدم لكم ميني باستيا ديال الدجاج. غنوريكم الطريقة كيفاش كنصايبوا الوراق ديال البسطيلة في المغرب. العجينة كتكون خفيفة بزاف، كيبقى يدوزها على الطاوة فوق العافية حتى كتنشف. ما كملاش دقيقة، تقريبا شي 20 ثواني، كتنشف مزيان وكحيدها وكيدوز فوقها هذا شوية ديال الزيت باش ما تقصحش الورقة، حيت راه الورقة ديال البسطيلة دغيا كتقصح. هلو غنبداو بلاصوص، نديرو شويه ديال الزيت، نزيدو الدجاج، نزيدو شويه ديال البصله، ونزيدو العطريه، شويه ديال الملحه، شوية القرفة، سكينجبير، شوية البزار. والزعفران ديال اللون. الزعفران الحقيقي حتى هو. نخليو شويه ديال الدجاج يتشحر تقريبا 10 دقائق. نزيدو شويه الماء، نزيدو شويه ديال القزبر والمعدنوس، نخليوه حتى يطيب 45 دقيقه. من بعد ما يطيب الدجاج نحيدوه، نخليوه شويه، نخليوه في شي شبكه يتقطر. نقطعوه لمورسويات صغار ونزيدو البيض وحدة بوحدة ونحركو. حتى تنشف لاصوص. اللوز نسلقوه ونقشروه ونحمروه ونطحنوه مع شوية ديال قرفة وشوية ديال السكر كلاص وشوية ديال الماء زهر ونطحنوه. واللي فحال هكاك
نوجدوا الورقة ديال البسطيلة، نفرشوا الورقة ديال البسطيلة، ومشيتوها بالزبدة مذوبة، نديرو طبقة ديال الدجاج، نزيدو الطبقة الأخرى ديال لاصوص والبيض، والطبقة الثالثة ديال اللوز اللي طحناه. نغطيو الجناب ديالها، نديرو لها الزبدة مذوبة، نحطوها في الطاوة، نزيدو لها شوية الزبدة من فوق، وندخلوها للفران حتى تحمر ونخرجوها. ملي تبرد شويه نزوقوها بالسكر كلاص والقرفه وشويه ديال اللوز مطحون، مطحون ولا مهرمش، بنفس المقادير تقدروا تصايبوا البسطيلة الكبيرة، غادي تلقاو الوصفة في البلوك ديالي.